هرب بالغياس هرب. عملها عملها بس ستين كلب والله اشرب من دمه والله. العمل عمل 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 عمل. وليه وليه شو بدي اعمل فيه؟ شو يعني انا ادبر السرقه واطلع ايد من ورا وايد من قدام؟ لك معقول غياس يعمل فينا هيك؟ ولك انت ليش تعطيه الكيس؟ لك ما قدرت انزل من الشباك وانا حامله، امتى حشتله يا؟ عم هرب فيه ابن ال... لك انا ما كنت اقول لك عنه انه ناس بيطلع عض. لك هاي مو عضه، هاي هاد هبش لحمنا كله. لحمنا وبس، بس وين بدي فلت مني؟ واذا هذا الشنقل ما طلع له في جوزة حلقه ما بكون مفيد ابو دحام. قولي قولي اذا نفذ فيه قولي. ما رح ينفذ بحياة عينك، ما رح يلحق يصرف منه 1000 ليرة. تعال شو ما معك المفتاح؟ نسيته. هدول هن المصاري؟ وانتي بدك يا هون؟ أنا لحالي. آخ بس والله ما رح يتركوني. بكرة إذا رحت برات البيت وما رجعت قولي إنه قتلوني. ها وليش لا تطلع برات البيت؟ خليهم يدوروا عليك لحتى يشبعوا، كلهم ألفات. لك أنت كل شي بتهوني؟ لأنه التصعيد بيقصر العمر ونحن حلنا نقب على وش الدنيا بقى. لك يا نوال يا نوال، أنت بتعرفي مين هذا مفيد؟ لك هذا قتال قتلها. ييييي أعلى ما بخيله يركب. إي أعلى ما بخيله يركب. وبدك هلا ينحبس بالبيت كلها شهرين زمان لبين ما يملوا. ما رح يملوا ما رح يملوا، انا بعرف ما رح يملوا، بس انا ما بقدر احبس حالي بالشهرين بالبيت كمان. عندك حل تاني؟ هاتو. ايه عندي، مسافر عشي محافظه تانية. محافظه تانية غير الشام؟ ايه. لا والله ما حذرت، انا مثل السمك ما بقدر اعيش غير فيها. يا نوال يا نوال احسب حالك، سجنوك شهرين ثلاثه. مو هديك المره كنت رح تنحبس لولا لطف الله؟ ايه. قديش بيطلعوا هدول؟ ما بعرف، ما عديتهم. انا بعدهم. مو قبل ما تسوي لي فنجان قهوه؟ ما عنا بن خالص. شو؟ ما تذكرت إلا بالليل بعد ما سكروا الدكاكين. روحي روحي جيبي لك فنجان قهوة عند جيران. روحي هلأ بنصاص الليالي. ايه هلأ بنصاص الليالي. أنا ما بقدر بطق إذا ما بشرب قهوة، ما حلك تعرفيني. يا غياس يا حبيبي، ما صرنا ساكنين غير يومين هون، يعني لسه ما تعرفتوا على جارة؟ قلت تعرفي جيراننا بعض. روحي يعني ما فيك تستنى لبكرة الصبح؟ ولا جنينيني مشان الله، ها ما بقدر نعمل قهوة. خلاص خلاص فهمنا. حاج صريخ خير. جارتنا؟ جارتنا؟ أنا جارتكم اللي ساكنة فوق. بس أنتي مو أم عماد؟ لا، أم عماد بتكون مرت ابن عم جوزي. أنا وجوزي سكننا محل أم عماد وجوزها من يومين بس. طيب بشو بقدر أخدمك؟ إذا بيلتقى عندك تلقيمة بن. خلص البن من عندي وبتعرفي المحلات هلأ مسكرة، وجوزي ما بينام بدون ما يشرب قهوة. أي تكرم عينك، غير البن لازمك شي؟ سلامتك، بكرة الصبح رح انزل اشتري كل شي. تكرم عينيك. تفضل يا حبيبتي. ان شاء الله بيسلموا هالايدين، بكرة برجع لك الفنجان فنجانين. لا ولا ولا تعذبي حالك، ما في شي محبس. ان شاء الله ما تواخذينا. وانتي شو اللي فيقك هلا؟ ليش انتو بتخلوا حدا يعرف ينام؟ فوتي رجعي على تختك بترجعي تنامي. اطارت الناس ما عاد قدرنا. لا بدك تنامي لانه عندك بكره في قاعه المدرسه. يلا فوتي. ها وهني جبت لك من محروق. طمني قديش طلعوا؟ بلاوي بلاوي. يا الله يا الله شو بحب البلاوي انا. لك انا راسي رح ينفجر، روحي لي قهوه من البلاوي. فجر راسي من البلاوي. روحي طول بالك طول بالك. خلص